معي من عدن دكتور علي الخلاق، الباحث السياسي والعسكري. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور علي. إذا نتحدث عن قطع خط الحديدة تعز، ونتحدث عن قيام القوات الشرعية طبعا بدعم التحالف ببدء السيطرة على الألغام وإزالتها وتفكيكها وتفجيرها، هل ممكن أن نقف على آخر تطورات في هذا الإطار، خاصة يعني لإزالة الخطر عن الصيادين وما ورد أيضا في هذا التقرير؟ شكرا لكم ولمشاهديكم الكرام، وأجمل تقريركم أهمية عملية السهم البحري التي جاءت كضرورة لمواجهة خطر الألغام البحرية التي زرعها الحوثيون عبر أسيادهم الإيرانيين، لأن الحوثيين لا يتعاملون مع تقنية هذه الألغام وهم ضليعون في الألغام البرية التي سبق لهم أن زرعوا عشرات الآلاف منها في أرجاء البلاد، وما زالت تحصد أرواح الكثير من الأبرياء. وجاءت كما أسلفنا هذه العملية للمخاطر التي نجمت خلال الأشهر الماضية عن تلك الألغام البحرية التي زرعت بواسطة سفن ومتخصصين إيرانيين، وتعود هذه الألغام إلى الصناعة الإيرانية التي زرعت فيها المياه الإقليمية للشاطئ اليمني كجزء من العملية العسكرية التي تواجه بها قوات الشرعية والمقاومة الشعبية. نعم، وهذه من أبرز التحديات والصعوبات التي تقف أمامهم. بالنسبة لقطع خط الحديدة تعز، وماذا يعني، إلى أي درجة هو مهم حاليا، يعني أن نتحدث عن إحكام الحصار على معسكر خالد بن الوليد؟ لا شك أن معسكر خالد بن الوليد أو قاعدة خالد بن الوليد، لأنها قاعدة عسكرية هي الأهم على الساحل الغربي، وكانت توازي قاعدة العند في الجنوب ما قبل الوحدة، وينقصها فقط المطار مع إمكانية هبوط المروحيات فيه. هذه القاعدة تتكون من عدة سكنات وملاجئ ومخابئ ومخازن للصواريخ وللأسلحة بأنواعها، وقد جاءت هذه العملية الشجاعة للجيش الوطني والمقاومة الجنوبية بعد الانتصارات التي تحققت في محيط هذه القاعدة، وبالذات بعد تحرير ذباب والمخا، وكذلك إحكام السيطرة على جبل النار الذي يتحكم بالمدى النيراني في أرجاء هذه القاعدة. وكانت هذه الخطوات هي البداية لاقتحام هذا المعسكر الذي يمثل عقدة مفصلية تربط الحديدة بالمخا بموزع بتعز، وبذلك فإن السيطرة عليه قد قطعت أهم شريان لتموين وتهريب الأسلحة بالنسبة للانقلابيين أو مد جبهاتهم في تعز وفي المحيط المجاور لهذه القاعدة العسكرية العامة. شكرا جزيلا لك من عدن دكتور علي الخلاق الخبير العسكري.